واحنا نؤمن ان لتحسين تجربة العميل يجب ان نحسن من تجربة الموظف. معنا اليوم عمر المصري، هو المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جينيسيس، وراح يجاوبنا على شوية أسئلة ويخبرنا عن أكثر شو بتعمل شركة جينيسيس. كيف حالك اليوم؟ حياك الله. ممكن تحكي لنا أكثر كمان شوية عن جينيسيس نفسها كشركة وشو بتعمل ببريف بسيط؟ أكيد. اليوم الشركة متخصصة بحث مهووسة حقيقة في أننا نبعث أفضل وسيلة للمنشآت عشان تقدم الخدمة للعملاء. اليوم بشكل عام دائما احنا نستخدم خدمات الشركات اللي نتواصل معها باستمرار، سواء شركات الاتصالات، شركات الطيران. بشكل عام هذا المجال حساس لانه يتعلق بشكل مباشر بالتعامل مع الناس وليس فقط الأنظمة. فبالتالي جينيسيس تحاول تقدم افضل خدمات وحلول تقنية للمنشآت عشان تقدم أفضل خدمة لعملائها. نبلش بالسؤال الأول ونحكي بالنظر إلى متابعتكم للأسواق بشكل عام وخصوصاً في منطقة الخليج العربي، كيف يمكن أن تساعد البرمجيات والتقنيات الحديثة في تحسين تجارب العملاء؟ مهم جداً. طبعاً أهم نقطة هي التحول الرقمي. تجارب العميل زمان كنا إحنا المتاح، الخيار الوحيد المتاح هو أنك تتصل كول سنتر، لكن اليوم البرمجيات زي ما تفضلت، الأنظمة الحديثة، السوشيال ميديا، القنوات الرقمية سواء الإيميل، يعني كان هو بداية هذا التحول. وبعد كده أصبحت المحادثات اللي هي يسموها اللايف تشات أو الدردشة النصية، وبعدين انتقلنا على السوشيال ميديا، وبعدين الآن الذكاء الاصطناعي أيضا أصبح جزء من هذه الأمور. فالبرمجيات بشكل عام والتقنيات الحديثة هي اللي بتساعد على تطور أعظم طريق إن نوصل لتقنيات مفيدة للشركات إنها تحسن من تجربة العميل. إنه كل ما تطورت هذه التقنيات كل ما أتيح لنا إن نوصل لتجربة عميل أفضل. وبدمج التقنيات، وخصوصاً الآن إحنا أصبحنا في عالم بيانات، كل ما زادت البيانات كل ما احتجنا إلى تقنيات أضخم إن نجمع البيانات. اليوم أنا عندي، أنت لما تتواصل مع أي جهة مثلاً شركة اتصالات عندك تتواصل معهم ممكن طريق مركز الاتصال، ممكن تروح الفرع وتطلب خدمة أو إلى آخره. فكيف نجمع كل هذه البيانات في مركز واحد عشان نوصل لأفضل تجربة عميل لك؟ جميل جداً. أوكي. بالنظر بعد ما أنه حكينا عن موضوع بشكل عام متابعة الأسواق والتقنية الحديثة اللي بتساعد في تحسين تجارب العملاء، نتطرق لموضوع التحول الرقمي والشركات. بتقوم عديد من الشركات هلا حاليا بالتحول الرقمي اكيد في اعمالها الداخليه وضمن سلاسل توريداتها، لكن ما مدى اهتمام الشركات بشكل عام يعني بالتحول الرقمي لعمليات اداره تجربه الزبائن؟ ايضا خطوه مهمه جدا اننا نوصل لافضل تجربه عميل ممكن تقدمها كل شركه. التحول الرقمي جزء رئيسي لاننا احنا في الان في زمن الناس بتستخدم كل الأجهزة الرقمية للتواصل، للمتابعة، حتى للعمليات اليومية أصبحت الآن كلها خلال يعني أنظمة مرقمة، سواء أنت على هاتف الجوال أو الهاتف المحمول أو حتى عن طريق المواقع الإلكترونية اللي توفرها الشركات لعملائها. فأبسط وسيلة أنك توصل للعميل يستخدم الطريقة المثلى له لتحسين تجربة العميل هي أنك تطور من التحول الرقمي. مثال بسيط جدا، اليوم الشركات اللي ما تقدم خدمة تجربة عميل عن طريق القنوات الرقمية، عن طريق السوشيال ميديا، حيتأخروا في التواصل مع عملائهم، ما حتكون بالنسبة لهم رغبة كبيرة للعميل أنه يتواصل معك. لكن لما أنا أجي أحدد للعميل وأعطيه الخيارات أنه يختار القناة اللي تناسبه في التواصل، إذا أنا بواكب كشركة أو كجهة بواكب أفضل يعني تحول رقمي. فبالنسبة للجهات التحول الرقمي الداخلي يعكس على التحول الرقمي للتواصل خارجيا، وإحنا كجينيسيس مسؤوليتنا أن نعين الشركات أنها توصل أفضل خدمة، أفضل تجربة عميل في الأخير، يعني هذا الهدف. زي ما قلت لك في البداية، الفرق في هذا المجال، في مجال تجربة العميل، أنه متعلق بشكل مباشر برغبة العميل وليس فقط
الأشياء اللي حتقدمها كتقنية داخلية. العميل اليوم اختلف، العميل اليوم بيستخدم أنظمة مختلفة، بيستخدم القنوات الرقمية أكثر من القنوات الصوتية، أكثر من القنوات السابقة، أكثر من أني أروح فيزيكلي على البرانش عشان أطلب خدمة. فإذا الجهات ما واكبت التطور الرقمي ما حتقدر تقدم للعميل الوسيلة اللي يتواصل فيها. طيب بالنتيجة اللي أنت كنت حكيت عنه قبل شوي، التحول الرقمي وتجربة العملاء، نيجي لموضوع كيف شركة جينيسيس بشكل عام تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين تجربة العملاء. جميل جدا، لأن هذا صراحة التسلسل القادم للنقاش اللي تكلمنا فيه قبل شوي، مع زيادة أنواع القنوات الرقمية، مع زيادة أنواع الخيارات المتاحة، قنوات السوشيال ميديا على سبيل المثال. احنا اول ما بدأنا كان فقط تويتر، اصبح عندنا عملاء في مناطق اخرى في الشرق الاوسط، لا فيسبوك هو القناة الرئيسية، بعدين صار واتساب، يمكن بكرة تيك توك، يمكن سناب شات ايضا هيكون جزء تستخدمه الشركات للتواصل. مع زيادة عدد القنوات الرقمية اصبحت البيانات ضخمة جدا في التواصل والتعامل معها. واحنا نؤمن ان لتحسين تجربة العميل يجب ان نحسن من تجربة الموظف. الموظف كل ما كان سعيد كل ما قدم خدمة سعيدة. فالذكاء الاصطناعي احنا نستخدمه في الجهتين ونركز في الاستثمار فيه في الجهتين لتحسين تجربة الموظف. ايش يعني؟ يعني الموظف اليوم بدل ما يجيله الريكوست من عميل معين ويجلس يبحث ربع ساعة عشان يحصل الإجابة للريكوست، نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ناخذ الريكوست قبل لا يوصل للموظف، نبحث عن أفضل طريقة لجمع البيانات ونقدم الإجابة للعميل أو للموظف عفوا قبل ما يتواصل مع العميل. كذلك العكس، الموظفين أو العملاء بشكل عام لما يتواصلوا مع الشركات مع الجهات المعينة أحيانا الطلبات مألوفة أو مكررة أو شائعة، أو ممكن إحنا عن طريق الذكاء الاصطناعي نقدر نفهم نوايا العميل من التواصل، فبالتالي نخدمه قبل ما يوصل لموظف، فكده إحنا نريح الجهتين. Because we believe a great customer experience، تجربة عميل ممتازة تبدأ من great employee experience، من الموظف. بالنهاية نحكي عن مخططات شركة جينيسيس للمستقبل القريب، وشو رأيك بجايتكس 2022 لهذه السنة وكيف خدمت هاي المخططات؟ عجبني السؤال، لأنه فعلا إحنا حتى يعني internally كان هذا الديسكشن. المخططات إحنا أول مرة صار لنا سنين في الريجن، حقيقة تقريبا 10 سنين واحنا موجودين في الريجن، ولكن هذا في آخر سنتين أصبح التركيز ضخم جدا من الشركة عالميا، يعني حتى من الهيد كوارتر في سان فرانسيسكو دائما بنتواصل، لأن الشرق الأوسط هو من أهم المناطق اللي نبغى نتوسع ونستثمر فيها. فاليوم بفضل الله ونعمته كان أحد أهم نقاط الانتشار هي جايتكس. نبغى دوي أول مرة نشارك في جايتكس بشكل مباشر ويعني بوث مستقل، دائما كنا نشارك على استحياء مع شركائنا، سواء شركاء تقنيين أو شركاء محليين، يعني كشركات تقدم خدمة جينيسيس. لكن اليوم شاركنا بشكل أكبر، ويمكن هذا توفيق من الله، لكن أنا كل سنة بجي جايتكس. اليوم يعني الفترة هذه والأسبوع هذا من أزحم ما شاء الله تبارك الله، وأكثر تواجد للمتابعين والزوار، فكانت متوافقة مع رغباتنا، تزامنت مع اختيارنا للتوقيت السنتين الماضية أنه نخش الريجن باستثمار أكبر، مع الحمد لله السنة هذه جايتكس أيضا موجود بشكل أكبر، فسهل علينا الانتشار والتواصل مع العملاء. شكرا لك عمر، أشكرك جزيلا على وقتك أخويا، ولا يهمك، وسعيد بلقائك. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. عفوا.